تم البارحة واحد توصلنا بواحد البلاغ من عمال الخدمات الأرضية المنضوين تحت الاتحاد المغربي للشغل على أساس أنهم ابتداء من الساعة 6 صباحا اليوم غادي يعملوا غادي يخوضوا إضراب عام طيلة هذا اليوم، وهذا الإضراب هو قابل للتجديد على حسب البلاغ ديالهم. مباشرة بطبيعة الحال بعد ما توصلنا بهذا البلاغ تم التنسيق مع جميع الجهات المخصصة في الشأن المطاري والمخصصة في تدبير المطار على أساس وضع واحد الخطة باش يمكن لنا نأمنوا استمرارية اشتغال المطار بطريقة سليمة وكذلك بجودة عالية. وبالفعل تم وضع استراتيجية وتم وضع ان ديسبوزيتيف اللي تبارك الله لحد الآن فهو فعال، بحيث لم نسجل أي تأخير وأي أي انزعاج بالنسبة للمسافرين، خصوصا في عملية استلام الأمتعة وكذلك عملية شحن الأمتعة ديالهم عند المغادرة. الحمد لله احنا هذا بتضافر جميع الجهود ديال المكتب الوطني للمطارات وكذلك الخطوط الجوية المغربية وشركة غام هانلين وكذلك جميع السلطات العمومية اللي متواجدين سواء في المطار أو خارج المطار. والحمد لله الأمور تسير على ما يرام، وحنا الحمد لله لحد الآن فتجربة المسافر كيف ما كان الجنسية ديالو في المغرب فهي كتدوز بواحد الطريقة مرتاحة، وما سجلنا حتى شي حالة اللي هي حالة اللي كتعكر الجو ديال المسافر ولا كتجعلو ينزعج، خصوصا استلام الأمتعة ديالو أو شحن الأمتعة ديالو. هو اللي بغيت ناكد عليه هو ان العمليات ديال الشحن وديال الفرز ديال الامتعه الحمد لله غاديه بشكل طبيعي وعادي. كاين فيه واحد النداء ديال الاضراب اللي دعات ليه واحد المكتب نقابي، ولكن الحمد لله يعني لاحظنا انه عدد كبير ديال المستخدمين التحقوا بمكان العمل، وكان في عدد ديال المتطوعين للخطوط الملكية المغربية اللي جاوا ذلك ليقدموا يد العون لانه باش تكون العمليات بشكل طبيعي تماما. كيف ما لاحظتوا كما شفتوا يعني الناس تاخذ الامتعة ديالها، كذلك الرحلات بالنسبة للانطلاق رحلة الذهاب تتمشي في المواعيد ديالها، يعني الحمد لله الامور غادية بشكل طبيعي وكل شيء هادشي بفضل يعني التنسيق تحت اشراف السلطات والتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية مع مكتب المطارات ورام هاندلينغ. يعني الحمد لله يعني هادشي كل شيء خلى انه لا 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 ما تاثرش يعني مستوى الخدمات والراحه ديال المسافرين كانت مضمونه. الحمد لله الباجاج يعني كتاخذوا بسرعه اقل بكثير على اللي كان ما قبل، يعني كتاخذوا بواحد الوقت اللي هو وجيز يعني. الحمد لله مزيان، هو الباجاج فورم الحمد لله الامور مزيان بخير. خدينا الباجاج ديالنا مزيان وكل شيء داز مزيان وكنشكرهم على هاد السرعه اللي دازت مزيانه. بيان سور ما خداتش من وقتها 5 ديال الدقائق يعني. اجراءات ديالنا الحمد لله في حفظ الله وسلامته. الامتعه يلا غناخذها دابا يلا غنستلمها دابا والحمد لله وشكرا.